لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. هنا حابة اسأل حضرتك عن دور بقى المراكز البحثية والقطاع الخاص في تبني الفكرة، في ان احنا نتبنى الفكرة ونتوسع فيها اكتر واكتر. هم مش مقصرين، قطاع المراكز البحثيه ما قصروش صراحه ونشهد الله على ذلك، واحنا من هنا بنوجه ليهم الشكر. الناس دي قضت سنين من عمرها علشان يستنبطوا اصناف ويشتغلوا على حاجات ما كانتش تنفع في مصر. حاجه زي المهوجن الافريقي في اصناف منه ما كانتش تنفع في مصر، الحمد لله بفضل الله بقت تنفع في مصر. حاجه زي التك، اشجار البورما تك ده المتر منه بيعدي 30 و 40 الف جنيه، ده بقى ينفع في مصر. الابانوس اللي هو حضرتك بيستورد بالكيلو جرام ويباع بالكيلو جرام، تعمل منه التابلوهات العربيات المرسيدس، ده شيء فخم جدا. ده بقى ينزرع في مصر، وحاجات كتير، خشب الورد، الصندل الابيض والصندل الاحمر، اصناف بتزرع في دول مشابهه لنفس مناخنا. يعني هو نفس المناخ، الهند تكاد تكون مشابهه لمصر في المناخ، ولكن بتختلف حاجات بسيطه. احنا عندنا في مصر معظم مناطق مصر مختلفة، عندنا البرودة الشديدة اللي ينفع نزرع فيها زي اللي بيجي من روسيا والحتت اللي حوالينا البرد دي، واصبحنا مع التغيرات المناخية بقى عندنا فترات حرارة، درجات حرارة مرتفعة، درجات برودة مرتفعة ودرجات حرارة مرتفعة. طبعا عندنا في سانت كاترين درجات برودة تعدي 2000 درجة برودة، من 1000 ل 1500 وال 2000، ده يجود فيها زراعة النقل عموما والمكسرات، وكمان خشب زي خشب الزان، وجه بحري كله خشب المهوجني الاسباني والمهوجن الافريقي، وجه قبلي بيتدخل فيه خشب الورد والصندل، وكمان بعض الانواع من الاخشاب زي القرو اللي هو الورقه بتاعته. القرو دوت موجود على شعار دوله كندا عليه ورقه شجره القرو، دي دوله عارفه يعني شجره، عارفه يعني بتزرع صح. كندا تقريبا احتياجاتها من الخشب منخفضه جدا، وبالعكس بيصدروا اخشاب صلبه كل سنه بمبلغ وقدره. فاحنا في مصر ما ينقصناش غير حاجه واحده بس، ان احنا نروح للمراكز البحثيه، المزارع او المستثمر او اللي يروح للقطاع الخاص يقول له انا هزرع فين، انا عندي ارض فين، ازرع في ايه، عشان يعرف الصنف الملائم للارض اللي هيزرع فيه. لان احنا بنتكلم زي ما قلت لحضرتك في الاول، استثمار طويل المدى. اذا انشئ على باطل فهو للاسف خراب ودمار للي زرعه، انه هيقعد 15 ل 17 سنه مش محصول هزرعه، وكمان 3 اشهر لو خسرت فيه مش هزرعه تاني. لا، هو زرع بالفعل وكلف، زي ما شفنا في الفيديوهات، غباء على 70 فدان في اكتر من 10000 شجره، المنطقه الثانيه في اكتر من 50000 شجره، وحاليا في توسعات ان احنا نوصل لاعداد اكبر. احنا في مصر المناخ بيتغير، عندنا احتباس حراري، عندنا تلوث هوائي موجود من عوادم السيارات، كل ده احنا بنحاول نطلع نعظم الفائدة البيئية، وفي نفس الوقت ناخد خشب وناخد قيمة اقتصادية تساعد الاقتصاد المصري. احنا مشهورين بصناعة الاساس في مدينة دمياط، دمياط ما بتشتريش خشب من مصر، كل الخشب بيجي من بره مصر. فاحنا ما نوفر ده هنزود فرص عمل، هنزود مصانع، ودي المشكلة اللي بتخلي المستثمرين زي ما بنتكلم في معوقات النوع ده من الاستثمار تبعد شوية، ان مفيش مصانع شغالة. طب ما هو ما عندوش المادة الخام اللي اشتغل عليها. اصلا كان في مصانع موجودة في مصر قديما كنا بنهتم بده، وكان عندنا اصناف حاليا في مصر ممكن تكون قربت تنقرض، فكانت المصانع شغالة وبتنتج. للأسف مع القضع الجائر ومفيش احلام، عنديش مشكلة ان اي حد يقطع شجرة، بس قطعت واحد ازرع غيرها، بس زي ما بيحصل بره. ما الناس دي بتجيب خشب منين؟ يعني الناس في جروبات او في ناس بتتكلم، لا اللي قطع الاشجار، طب ماشي، ما هو لازم تنقطع، فانا قطعتها المفروض ازرع مكانها. بس هي دي الفكره اللي المفروض يبقى احنا متفقين فيها. في الهند الطفل اول ما بيتولد بيزرعوا له شجرتين ويقولوا له دول بتوعك يا حبيبي، لما تكبر بيعهم وتجوز بيهم. طب احنا ليه ما نعملش ده؟ عندنا اراضي كتير، الله اكبر، عندنا ميه ان شاء الله تستحمل، عندنا الموارد الطبيعيه متوفره، مقومات موجوده للزراعه. بس بقى اللي ياخد القرار ده، والحمد لله يعني احنا مثلا في مصر عندنا ثقافه التقليد، فبالنسبه للمزارعين او في النسبه ان احنا كشغل فردي دوت، اما بشوف حد نجح في حاجه ببدا اقلده. ودي يعني يا ريت العدوى دي تنتشر في الموضوع ده بالذات. هو نجح واشتغل الحمد لله، شجر بقى له 4 أو 5 سنين، وفي شجر تم قطعه وتم تصنيعه. فاحنا مشينا المرحله كلها، بقى لنا اكتر من 12 سنه كقطاع خاص او كشركه مختصه بالموضوع دوت، لا مشينا الموضوع كله من اول، المكان الكويس للبذره اجيبه فين، والامهات بالتعاون مع مركز البحوث، ولا نبخس دورهم في ذلك. وما الى ذلك، ولحد وقتنا هم بيساعدونا في ده، ان هم مؤمنين بفكره بس ما حدش متبني بيه. فاحنا خلاص احنا نتبنى الفكره ونشتغل مع بعض، نكمل بعض، علشان احنا عايزين نوفر على مصر 2 مليار دولار سنويا. طبعا دول لو توفروا هيبقى رقم كبير يخش في مشروعات كتيره، بجانب تحسين الجو، بجانب فرص عمل زياده. صحيح. مصانع دمياط اللي بتعاني من الرقود بسبب
حاجه واحده بس، غلو الاخشاب اللي جاي لنا من بره. الخشب كل يوم في زياده مستمره، وده غلو الخشب بيرجع على قطاعات كتير مش قطاع صناعه الخشب فقط، وبرده قطاع المباني ما بيستخدم خشب، قطاعات كتيره بتتضرر من النوع ده. واذا دوله من الدول دي قالت انا مش هقطع شجر، وده بيحصل حاليا، الخشب هيزيد ومش هتلاقيه. فبالتالي احنا لازم نتبنى دوت ولازم نشتغل عليه. تمام، حاجه تقول ايه؟